1805 استطاع الشعب المصري أن يأتي بحاكم اسمه محمد علي، ولأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية تتدخل الرعية لتفرض على خليفة المسلمين أن يختار واليا بعينه، لم تحدث قبلها في تاريخ الإسلام ولا حدثت بعدها. We should always and all of us remember that we are all children of empires. Muhammad Ali was a citizen of an empire, not of a country, of an empire. He was born within the Ottoman Empire. He spoke Turkish. He always considered himself Ottoman. قاول جزء من الدولة العثمانية، فبالتالي الجزء العثماني مهيمن على قاول معماريا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا. The tobacco industry obliged Muhammad Ali to come in contact with different and many European countries, French, English, different races developed very well in the Ottoman Empire, Armenians, Greeks, Christians. So she was very well familiarized with all these cosmopolitan diversities. هو محمد علي نفسه أساساً رجل يعمل بالتجارة كما هو معروف، خدم في الجيش العثماني فترة، ولكن الذي دفعه لكي يحضر إلى على رأس فرقة إلى مصر كساد التجارة بسبب حروب الثورة الفرنسية. ومعروف أن النشاط التجاري من أول الأنشطة التي تتأثر بالحروب أو الصراعات، ففي كساد تجاري، مفيش، الدكان مقفول. فجاءت الفرصة عندما طلب متطوعين، لأن الجيش العثماني نفسه كان يعني لم يكن جيشا كبيرا أو عظيما، فاحتاجوا إلى فرق متطوعة للإسهام في إخراج الفرنسيين من مصر. هنا جاءت الفكرة محمد علي باعتبار أنه يعني خدم وله خبرة عسكرية ما، وجاء على رأس هذه الفرقة الألبانية داخل مصر. When he entered the port of Alexandria, he remembered the little town he was born to, and if you see, Kavala has many similarities with the city of Alexandria. لما وصل محمد علي مصر مع الحمية دي كلها، كان تاني قائد في هذه الحمية الألبانية. He was already more than 30 years old, which means that he had already developed his character and his characteristics. شخص أمي إنما مثقف، عنده قدر كبير جدا من الزهو بالنفس وعزة النفس وقوة الشخصية، عنده تطلعات وعنده دراية، إنما ملكاته ما زالت محدودة. السؤال هو هيوجه هذه الملكات إزاي؟ هياخدها في أنهي سكة؟ في جيش إنجليزي بيحارب مع الدولة العثمانية لطرد الفرنسيين من مصر، ففي كمية قوات عسكرية مهولة في البلد، ومحمد علي شايف ده قدامه، شايف هذه المواجهات العسكرية بين الجيش الفرنسي والجيش العثماني والجيش البريطاني والحمية بتاعته، وشاف نوع قتال حديث يعتبر بمقاييس عصره. خرجت الحملة الفرنسية في سبتمبر سنة 1801، بدأ ما يعرف بالفراغ السياسي في المنطقة. في السياسة من انتصر على خصم بيحل محله، ف
فمن أخرج الفرنسيين يحل محله، من تشاركوا في إخراج الفرنسيين يحلون محل الفرنسويين. الأتراك العثمانيين عاوزين يستعيدوا مصر ولاية عثمانية مباشرة. الفريق الثاني المماليك أنفسهم اللي كانوا بيحكموا لحد ما جت الحملة الفرنسية يريدون أن يعودوا إلى حكم مصر بشكل مباشر. الإنجليز انسحبوا، لما انسحبت إنجلترا أخذت معها مين؟ زعيم مملوكي محمد بن الألفي، خدته لتجهيزه بحيث أنه يرجع يبقى رجل لإنجلترا في مصر، ولسه الفراغ السياسي موجود، لسه الأمر لم يستقر. من يملأ الفراغ؟ من يحكم البلاد؟ العثمانيون يشقون طريقهم إلى القلعة مجدداً. خسرو باشا والياً على مصر، وفرقة عسكرية ألبانية أصبح محمد علي قائداً لها. مش صدفة أن يطلع محمد علي كقائد حقيقي، من ناحية قوة شخصيته، من ناحية تانية أنه هو الوحيد اللي عنده سيطرة على القوة العسكرية الوحيدة اللي باقية في البلد. لم يمضي وقت طويل حتى دخلت البلاد في دوامة من الصراعات والانقلابات أطاحت بخسرو باشا واثنين من الولاة في أقل من عامين. لم يثبت أي منهم جدارته بعرش مصر. مصر الآن بلا حاكم. تبدد ما كان يحلم به المصريون من عودة بالبلاد إلى بر الأمان. الناس في شوارع القاهرة وحواريها باتوا محاصرين سلباً ونهباً بأيدي الجنود هنا، وضرائب يفرضها البرديسي زعيم المماليك هنا وهناك. البرديسي فرض ضرائب باهظة والمصريون رفضوا أن يدفعوا، كانوا باستمرار يشكون من زيادة الضرائب، يذهبون إلى عمر مكرم وإلى رجال الأزهر يشكون. الجديد في هذه الأزمة أنهم قالوا للبرديسي أنه ليس من حقه أن يفرض هذه الضرائب. فانطلقت القاهرة في ثورة عامة شاركت فيها النساء لأول مرة. والجبرتي بيقول إن النساء خرجنا يهتفن ويولولن وقد صبغنا وجوهنا بالنيلة، ويهتفن ويقول إيش تاخد من تفليسي يا برديسي. من هنا محمد علي شاف نفسه، شاف دوره، إن البلد دي ملهاش صاحب، البلد دي منهكة، البلد دي لو حد عرف يفهمها ويصلحها ممكن يطلع منها أضعاف أضعاف اللي بتطلعه. تحديات كبيرة إنما الإمكانيات ممكن تكون أكبر. كان محمد علي بقوته المسلحة كمن يقف على رأس ميزان يضم قوى ثلاث، عثمانيون ومماليك والنخبة المصرية. كان يدرك أن انحيازه لإحداها كفيل بترجيح كفتها. فعلى من سيراهن محمد علي؟ رهان قد يصعد به إلى أعلى مكان في القلعة، أو يعود به سريعاً إلى قولة. لو خسر أي فريق من الفرق الثلاثة لكان قد قضي عليه وعلى قوته. إذا خسر المماليك كانوا سوف يقضون عليه، إذا خسر الشعب المصري سوف يصبح مرفوضاً، إذا خسر السلطان العثماني كان يمكن للسلطان بفرمان أنه يسحبه ويسحب قوته. الفارق الكبير بين محمد علي وبين الآخرين أن محمد علي هو الوحيد الذي أدرك أن المصريين أصبحوا قوة في المعادلة وقوة رئيسية لا يستهان بها. أدرك عنصراً جديداً، هو الوحيد اللي أدركه في كل اللي بيشتغل على مسرح السياسة في مصر، أن المصريين الأقحاح من الأعيان ومن رجال الأزهر صاروا هم النخبة التي ورثت الوضع والوزن المملوك القديم، واشتغل على دول. محمد علي بيبدأ يبرز في الساحة السياسية، ومن حس سياسي عالي انحاز للجماهير وقتل 350 من قيادات المماليك فيما يعرف بانقلاب مارس 1804. تصدى محمد علي لظلم المماليك ووقف إلى جوار الجماهير المصرية الغاضبة، وأصدر قراراً بمنع جميع أعمال السلب والنهب.
هؤلاء المصريين طوال سنوات 1801 إلى 1805 في حالة من الحراك المستمر والثورات المتوالية والاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع بتحتج على عسف الباشا العثماني وعسف المماليك اللي بيحاولوا يستعيدوا سلطتهم مرة تانية. في أواخر عام 1804 والي مصر الجديد خورشيد باشا يدخل القلعة. كان يعي جيداً أن أعناق الرجال قد تقطعت دون الحفاظ على هذا الكرسي أو حتى دون الجلوس عليه. خورشيد باشا عندما تولى السلطة كان يدرك أن القوى الحقيقية هم الجند في يد محمد علي. كان يدرك أيضاً أن خزائن الولاية فارغة وهو يحتاج إلى أموال. مع مزيد من الضرائب اللي بيفرضها الباشا الناس بترفض، فبيسلط عليهم فرقة من الفرق الحامية العثمانية اللي هي فرقة الدولاء اللي كانوا معروفين بعنفهم الشديد، وبينزلوا ينهبوا الأسواق ويقتلوا الناس، فالناس بتخرج في ثورة. ثورة اتجهت نحو ميدان الرميلة لمحاصرة الباشا في قلعته، فلتتحقق المطالب المشروعة أو فليرحل الوالي. وكان الهتاف يا رب يا متجلي اهلك العثمانلي. مندوب الوالي بيقول كيف تعزلون الوالي وهو مولى من قبل السلطان العثماني؟ عمر مكرم رد عليه قال إن الرعية تستطيع أن تعزل الوالي والخليفة أو السلطان إذا سار في الناس بغير العدل. قيل له وقتها إن ده حصل قبل كده، عندما يحتج المصريين على وائم ينولا يطلب الباب العالي تغييره فيغيره. إن السلطة انتقلت من فكرة الخلافة وفكرة السلطان إلى إن الشعب هو مصدر السلطات. البلد في حالة فوران، وممكن نقول في حالة عصيان مدني. الشعب منهك، الباشا العثماني ما عندوش قوة يفرض بيها سيطرته على المدينة، فتحصن في القلعة وقفل على نفسه الباب. القلعة ظلت محاصرة أكثر من 3 شهور. محمد علي كان في ذلك الوقت جزء من الحصار، جزء من القوة اللي فرضت الحصار. استمر الحوار ولم يتوقف الحصار. مندوب الوالي يحاول مرة أخرى، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وجاء رد السيد عمر، أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل. حاصر المصريون خورشيد باشا في قلعته لمدة 3 شهور، وكانوا يصرون على أن يرحل. حين يتحرك الشعب، أي شعب ضد الحاكم، هناك مرحلة من اللاعودة، لأنه إذا تراجع الشعب من الممكن للوالي أن ينتقم، وأن ينتقم بشدة وبقسوة، وبالتالي بالضبط كمن يسبح في البحر أو في النيل ويصل إلى المنتصف، لا يكون أمامه مفر سوى أن يكمل، لأنه إذا حاول أن يعود سوف يغرق. هذا ما حدث في حصار القلعة مع خورشيد باشا، ولذا لم يكن هناك بد من أنه يرحل، وهذا ما حدث في ميدان تحرير في 2011. قررت الزعامات الشعبية تحريك المشهد الساكن بترشيح اسم جدير بباشوية مصر وبثقة المصريين. فكروا في ذلك قبل أن يقوم خورشيد بفك الحصار، وقبل أن يرسل السلطان والياً جديداً. نخبة 1805 كان مزاجها العام أن تبحث عن المخلص، عن الزعيم المنقذ، لم يكن مزاجها أن تغير قواعد اللعبة تماماً، وكانوا يريدونه أيضاً أن يكون عثمانياً.
لأن الوعي بالوطنية المصرية لم يكن قد اكتمل تماما، وده اللي بيفسر السؤال لماذا لم يكن عمر مكرم مثلا، وعمر مكرم كان صالحا، وده نقيب الأشراف من القبائل العربية التي جاءت مع الفتح الإسلامي وظلت إيه موجودة في مصر ولها مكانة. هو كان اسمه عمر أفندي مكرم الأسيوطي، جاي من أسيوط يعني ابن صعيد مصر، هو ابن الشارع وابن الناس، وعنده صلة ما أنه كان يكفي أن يقول نداء أن السيد عمر قال شيء ليسمع الناس. هل كان السلطان العثماني يقبل بتولية والي مصري؟ في تاريخ الدولة العثمانية لا نجد عنصر مصري واحد من الولاة مهما على مركزه، كان مطلوب حرب تحرير طويلة المدى في حالة إعلان عمر مكرم. هذه الثورة بتضرب عرض الحائط بالسلطان العثماني، بالباشا اللي ساكن في القلعة لما بيرفض يتنازل عن الحكم، وبيتوجه مباشرة لمحمد علي في منزله ويعرضوا عليه تولي حكم مصر. الشعب المصري ممثلا في عمر مكرم كان ليهم بقى رأي، هم بيشاهدوا طبعا بيتفرجوا الصراعات الموجودة، لقوا إنه لا المماليك يرجعوا تاني ولا الأتراك يرجعوا تاني، والإنجليز أهم مشوا، وبدأوا يطالبوا وعينيهم على مين؟ محمد علي. ما الذي دفعهم لكي يفكروا في محمد علي؟ هو بدأ وكأنه حكم، بالرغم من أنه هو مفتقد العربي وبيتكلمش لغة الشارع، إلا أنه عنده هذه الكاريزما. أهم حاجة في القيادة أنه يكون عنده نوع من أنواع الجاذبية الجماهيرية، اللي هو يكون عنده الكاريزما، والكاريزما دي بتبقى عاوزة حاجة اسمها الذكاء العاطفي، بحيث أنه لما يتكلم معك تحس أنه فهمك، أنه متواصل معك عاطفيا. لقوا أنه هو كرجل وله فرقة، لكن لا يأتي أي أعمال منافية للأداب أو الأخلاق، لا بيهاجم بيوت ولا بيسرق ولا كلام من هذا، أنه رغم أنه فيش مرتبات، فكان بيحذر جنوده من أن هم يقولوا يقوموا بأي عمل من هذه الأعمال، وظل كأنه هو جزء من الشعب المصري يراقب الموقف الموجود. بهذه المراقبة وجد أنه محمد علي هو شخص مناسب، لماذا لا يكون هو الحاكم؟ وفي حركة ذكاء سياسي خارق تمنى، ولا مش عايز. طبعا محمد علي تمنع في البداية، لكن محمد علي كان شخص ذكي، السنوات اللي قضاها في مصر جعلته يدرك قدرات هذه الولاية وقدرات هذا المكان على إعادة خلق خريطة المنطقة. فرصة جت لماذا لا يقبلها؟ ولما قبل فرضوا عليه شروط وعملوا عقد معاه في المحكمة الشرعية في بيت القاضي، ودي لها دلالة أنك أنت لا تأتي أمرا إلا بعد الرجوع إلينا. كانت القاهرة فوق صفيح ساخن، وكان السلطان العثماني يشتاط غضبه، فالمدعو محمد علي صنع في مصر ولم يصنع في اسطنبول. السلطان العثماني رفض، وجزء من رفض السلطان العثماني انه مثلا ان ياتي والي باراده الرعيه، دي مساله خطيره. نظام الولايه او نظام الاداره في الدوله العثمانيه كان بيمر بمرحلتين، في حاجه اسمها الاداره الداخليه يقولوا عليها الاندرون، فالأول بيختبر الولاء في الخدمة دي، ناس كتيرة في الإدارات المختلفة دي اسمها الاندرون. الدولة تحتاج وظيفة بره، عايزين مثلا والي أو دفتر دار أو خازن دار، أي وظيفة إدارية بره، ياخدوها منين؟ من الاندرون، لأن اختبار ولاء. يروح فين؟ البايرون اللي هو الخارج ده. قادل محمد علي بعيد، لا هو في الاندرون ولا هو من الرجال السلطان ولا أي شيء، إزاي بقى يأتي هكذا يعني دون إيه اختبار للولاء؟ هو شخص مغمور غير معروف، ما جاش من اسطنبول، ما يعرفوهوش، سمعوا عنه بطريق يعني غير مباشر، عمرهم ما شافوه، عمرهم ما خبروه، عمرهم ما جربوه. ده واحد ما مثلا ما كانش قائد أسطول ولا قائد جيش ولا قائد ولا والي في ولاية تانية، فالسؤال هو نعمل فيه إيه ونخلص منه ازاي؟
نغريه بولاية تانية ونستميل ونطلعه برا مصر وبعدين نخلص منه. أما كانوا بيجوا يغروا يقولوا له تعالى هنوليك ولاية جدة أو ولاية كذا أو كذا، كان بيرتاب. ما هو مش بيقول لا، بيخلي أو بيعرض على عمر مكرم، فهم يقولوا لا ما تقبلش. طبعا الشعب المصري قام بهيجان بتأثير عمر مكرم، وفي حالة من التمرد أو العصيان المدني بالمعنى المعاصر، اتقفلت الدكاكين والناس ماشية بالطالب بمحمد علي الآخر. كان لابد من حسم الموقف بإرسال فرمان يحمل اسم الوالي الجديد. وصل المندوب 7 يوليو للقاهرة كان يحمل 2 فرمان، فرمان بتعيين محمد علي واليا على مصر، فرمان آخر بتثبيت خرشد لو وجد أن الموقف السياسي لصالحه. المندوب لقى الموقف لصالح الثورة فإدى فرمان توليد محمد علي، وجاء في نص الفرمان حيث ارتضى بذلك العلماء والرعية. استطاع الشعب المصري في 1805 أن يأتي بحاكم اسمه محمد علي، ولأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية تتدخل الرعية لتفرض على خليفة المسلمين أن يختار واليا بعينه، لم تحدث قبلها في تاريخ الإسلام ولا حدثت بعدها. وأصبح محمد علي واليا على مصر في مايو 1805، والي ولكنه تحت الوصل، يعني والي ناقص السيادة. استطاع هذا الضابط أن يصل بالفعل إلى كرسي الولاية وأن يفرض نفسه، أصبح يؤرقه فيما بعد مايو 1805 كيف يحتفظ بهذه الولاية، لأنه يدرك أن السلطان العثماني من الممكن أن يعزله بعد وقت قصير. سنة 1806 جاله فرمان أنه هيولوه ولاية سالونيك. مدينة سالونيك دي كانت تاني أكبر مدينة في الدولة العثمانية، وبالفعل جه والي سالونيك يوسف باشا يتولى منصب مصر وهو يحل محله، أدرك من الأول إن دي مش هتكون في صالحه فرفض. والي سالونيك نزل اسكندرية قعد أيام قليلة، أدرك بعدها إن البلد مش بتاعته وإنه مش هيقدر يطلع محمد علي منها، قام رجع تاني وفضل محمد علي. كان قدره أن يبقى في مصر ليواجه اختباراً أصعب، حملة إنجليزية بتأييد مملوكي على الإسكندرية ورشيد، تحد لم يكن في الحسبان، قد يحمل معه نهاية قصة حكم قبل أن تبدأ. الحملة البريطانية اللي بعتتها إنجلترا سنة 7، هم عاوزين إيه؟ عاوزين الألفي، يبقى هو الوالي، لأنه سنة 5 خلاص فيش فايدة ومحمد علي بقى الوالي، محمد علي مش الراجل بتاعهم، هم عاوزين الراجل بتاعهم. فجت الحملة المشهورة بتاعت فريزر. المدهش في الموضوع إن قبل الحملة ما تيجي بشهرين كان الألفي مات، فجوم على غماهم كما نقول يعني في العامية، دخلوا على بحر من الرمال. هم ما انتبهوش إلى أنه كان هناك شعب متيقظ، كان في علي بك السلالينكي اللي هو حاكم رشيد، وكان على اتصال بعمر مكرم، فعمر مكرم جهزوا المقاومة الشعبية اللي حصل، وبطولة القوة اللي موجودة في رشيد عملت شيء خارق وأفشلت هذه الحملة. نجحت الحركة المصرية الأهلية في إخراج الإنجليز في هذا الوقت، وراحوا المشايخ وراحوا البتاع عشان محمد علي يقولوا له بقى احنا بقى خلاص بقى خرجنا الإنجليز، قال لهم مش عايز منكم حاجة، بعد كده حسبي منكم علاء في العسكر وليس على الرئية خروج، انتوا خلاص على كده كويس قوي، عملتوا اللي عليكم وخرجتوا الإنجليز، بس بعد كده ما تلوش دعوة بالموضوع ده خالص، انتم لستم جيشا، انتم بس عليكم علاء في العسكر، يعني تدفعوا الضرائب علشان نعمل عساكر، الجيش تبعه مش تبع حد تاني، مش تبع عمر مكرم يعني.
أدرك محمد علي أن المعارك قد بدأت، لم تنتهي ولكن قد بدأت. السلطان العثماني لن يقبل به على هذا الحال وقد فرض عليه، المماليك الآخرون لن يسمحوا بوجوده، الزعامة الشعبية التي هو مدين لها لن تتركه يتصرف وفق هواه. محمد علي باشا يعتلي قمة قلعة القاهرة الحصينة، قلعة تمنح من يحكمها القوة والإحساس بالمنع، قلعة تجعل من يسكنها يرى الأشياء صغيرة وإن كبرت على الأرض. هو أعلى مكان في القاهرة، هو مكان كان بعيد عن القاهرة الإسلامية، يصعب على المتظاهرين أن يصلوا إليه، كانت مقراً الحكم باستمرار إلى أن جاء محمد علي. والغريب رغم أن اسمها قلعة صلاح الدين لكن في ارتباط كبير بينها وبين محمد علي، ربما لأن قصر الجوهرة مقر الحكم بتاعه ما زال موجود فيها، ربما بسبب جامع محمد علي. إلى الآن في الأجيال المصرية الجديدة بتعرف أنها اسمها قلعة محمد علي وليست قلعة صلاح الدين الأيوبي. نجح محمد علي في أن يستقر بالفعل وأن يتقبل الباب العالي ويتقبل السلطان وجوده في كرسي ولاية مصر، فبدل من أن تحاول عزله وقد حاولت الدولة عزله بالفعل أبقت عليه، وجدت أن وجوده بهذه القوة وهذه المتانة في الكرسي ولاية مصر أهم للدولة من مسألة عزله فاستمر، وأصبح من خلال دراسته لأوضاع مصر السياسية وإمكانياتها البشرية والمادية يدرك أنه أن مصر هذه من الممكن أن تصبح قاعدة لملك عظيم فيما لو أمسك بزمام الحكم فيها. فيضان بتاع سنة 1808 كان قليل، مقياس النيل كان هابط والمية قليلة، فمحمد علي قرر إيه؟ إن هو يخفف الضريبة عن الملتزمين. الملتزم اللي هو إيه؟ جامع الضريبة، وبشرط إيه؟ إن الملتزمين يخففوا الضريبة عن الفلاحين، لأن هو اللي بينه وبين الفلاحين الملتزم. موضوع زي كده لازم يعرضوا على مين؟ عمر مكرم طبقا للوصاية. عمر مكرم رفض ايه الفكرة، وافق على عمر مكرم كانت موافقته على ايه؟ ان هو يخفف الضريبة عن الملتزمين لكن ما تخفش عن الفلاحين. محمد علي قالوا طب تعالى ايه اطلع لي في القلعة ومقر الحكم في القلعة عشان نتفاهم يعني. عمر مكرم قال له انزل لي انت يعني كده بالطريقة دي. وعمر مكرم قال لي بقى، قال لك سوف أنزله من القلعة كما أجلست فيها، لأن أنا اللي عينته، فأنا هنزله منها يعني معناها هعزله. فمحمد علي استجاب، وجد من يناوئه في السلطة، وبالتالي لما بعت له عمر مكرم وقال له تعالى تفهم نتفهم مع بعض في البيت، استكبرها قوي، وازاي انا اللي بقيت دلوقتي خلاص لبس الشخصيه الحاكمه، وبالتالي ازاي هيروح لعمر مكرم، وحس ان عمر مكرم ده هيمثل له شوكه في جنبه اذا هو استمر. محمد علي الاول كان عامل حساب على عمر مكرم ونقيب الاشراف وشغلانه طويله يعني، عامل له حساب. فلما نفس الشيوخ دولت اللي حواليه قالوا يعني ده راجل عادي، زي قال لك خلاص بقى دوس بقى. فتعمل المجلس وأحرج عمر مكرم، فظهر عمر مكرم أمام المجلس بمظهر الإنسان اللي هو غير رحيم، يعني هو يرضى يخفف الضريبة عن الملتزمين وما يخففهاش عن الفلاحين. فشل عمر مكرم، الحاكم الفرد لا يقبل الأنداد، والأنداد السابقين بالنسبة له عليه أن يتخلص منهم، إلا من يثبت منهم يقيناً بعد ذلك أنه انتقل من الندية إلى المرؤوسية. أنا الوحيد اللي أقدر أخدم، أنا الوحيد اللي أقدر أنفع، كلما قعدت في السلطة زيادة بيخليك تتوحد مع هذا المكان، وأي حد يلمسك أو يقرب منك أو إن هو يخدش أو يحتمل يكون خطر على هذه السلطة، التخلص منه واجب بدون أي نوع من التعهدات أو الميثاق أو الإخلاء أو أي شيء. طبعا
اللي جه بعد كده انتهى، ما هو خلاص من علمك الحكمة؟ قال له رأس الذئب المعلق. جولة وراء جولة خاضها محمد علي لينفرد بالسلطة في مصر، وهو في انتظار الفرصة المناسبة لجولة أخيرة حتمية ضد المماليك. المماليك ابتدت قوتهم تظهر تاني، وابتدوا يسترجعوا قوتهم ويجمعوها ويحاولوا ان هم يشوفوا ايه الشخص الجديد ده، هو اللي ابتدى يرسي قواعد جديدة ويجيب أعوانه وأهله، ودول ناس أغراب جايين يلعبوا اللعبة المملوكية اللي كان المماليك تمرسوا عليها لمدة 300 سنة. ده كان التحدي، إزاي إن أنا أتخلص من المماليك اللي لسه عندهم قوة عسكرية كبيرة، واللي أنا خايف إن هم يتحدوا تحت لواء واحد ويتخلصوا مني، والناحية تانية أواجه التحدي العثماني ومطالباتها ليا إن أنا أتخلص من الوهابين. عبقرية محمد علي جت سنة 1811 أما قرر يضرب العصفورين دول بحجر واحد. ضياع الحرمين الشريفين من قبضة السلطان العثماني يحرمه من سلطته الدينية على العالم الإسلامي، وكانت هذه المسألة مهمة جدا للسلطان، فلذلك أمر محمد علي أن يخرج بجيشه وأن يقضي على الدولة السعودية وأن يستعيد الحجاز والحرمين الشريفين إلى حوزة الدولة العثمانية مرة أخرى. فرحب بالدعوة ولقاها فرصة للتخلص من المماليك، فرتب خلى الحملة بقيادة ابن طوسون، وده علامة قوية جدا لإسطنبول إن الحملة دي هي مش ضحك وهزار، اللي بيها إنه بيعين ابنه فلزة كبده كقائد للحملة، وإنه عايز كل القادة المماليك 400 أمير مملوكي يجوا يحضروا هذا الاحتفال المهيب في القلعة. إيه والاختيار إيه بقى في دهاء غير معقول، يوم الجمعة أول مارس سنة 1811 يوم الجمعة، يعني ناس بتستعد بقى لصلاة الجمعة ومش عارف ايه وكلام من ده، وده دعيهم علشان يتبحر.
محمد علي أطاح بقوة اجتماعية أعاقت تطور مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لقرون. حركة هو أدرك أهميتها العسكرية والسياسية، إنما حاجة هو عمره ما افتح ضميره ليها، وفضل طول حياته مش قادر يشير إليها. في اضطراب نفسي اسمه Post Traumatic Stress Disorder، الكرب التالي للصدمة. الواحد لما يتعرض لأنه بيعمل حاجة فيها قسوة شديدة جدا بيجيله بعد كده أمراض نفسية شديدة قوي. ولكن في ناس بقى الصدمات دهيت عندهم نوع من الصمود، أنه يقوم بالعملية دهيت ويكررها تاني من غير أي مشاعر تجيله. محمد علي لما تصرف هذا التصرف، تصرف اعتبره مملوك، واجه المماليك باعتباره مملوكا بنفس أساليبهم. أدرك النموذج المملوكي، إن يبقى في بيت مبني على شخص، على باشا، وعنده حريم وعنده خدم وعنده قوام عسكري. اللي عمله محمد علي بشكل جديد إنه هو احتكر السلطة، فبقى بقضائه على المماليك وإبادتهم بشكل حقيقي ما بقاش في مصر غير بيت واحد، هو بيت محمد علي. أمينة زوجة محمد علي فضل محمد علي مخلص ليها طول حياتها. على قد ما محمد علي كان شخصيته قوية، فهي قدرت تقف قدامه، كانت مدركة قد إيه هو بيحبها بس كمان بيحترمها. بيركارت الرحالة السويسري المشهور بيوصف تأثير مذبحة المماليك على بيت محمد علي من الداخل، وبيقول إنه حتى إبراهيم وتوسون ما كانوش يعرفوا. محمد علي خطط للمذبحة مع محمد لازغلي اللي هو ليه ميدان هنا، هو اللي هو كان نائب بتاعه. أما الأخبار المذبحة وصلت لأمينة زوجته ما صدقتش، استبشعت هذا الفعل وامتنعت عنه لحد ما ماتت. أنا يعني مندوب العناية الإلهية لإنقاذ هذا البلد. هؤلاء ظلموا وظلموا المصريين، قتلهم حلال، ده قتلهم يخليني إن أنا أخش الجنة. أخلاقياً قتل أي إنسان أياً كان السبب غير مقبول، ما عنديش سبب يبرر لي قتل إنسان آخر. الصراع على السلطة لا يعرف الأخلاق، إذا وقعت الحرب فلا تتحدث عن الأخلاق. الحرب نفسها عمل لا أخلاقي. يخطئ من يتصور أن هناك منافسة شريفة. في حاجة اسمها منافسة شريفة؟ المنافسة دي معناها شيل رجلك أما أحط رجلي، أدي المنافسة. يا أنا يا أنت، يا غالب يا مغلوب، فيش منافسة بالطبطبة، فيهاش أي شرف نهائي. فالصراع على السلطة معناه الانفراد، وفي الطريق إلى هذا أنت تطيح بكل من يصارعك عليها أو ينافسك عليها أو حتى يكون عدو محتمل، فأنت تأيده وهو في المهد. مذبحة القلعة أخافت وأرعبت النخبة المصرية، النخبة التي كانت قريبة من محمد علي أدركوا أن هذا شخص لا يتورع عن فعل أي شيء بحق من يغضبه أو يضايقه. وفي نفس الوقت أهدى هذا الإنجاز الكبير إلى الدولة العثمانية وقال لها أنا عرفت أن أنا أتخلص ليكي من المماليك اللي كانوا بينغصوا عليكي عيشتك.
وأنا دلوقتي طهرت مصر من المماليك وأنا جاهز دلوقتي إن أنا أبعت الحملة إلى الحجاز. السنوات الأولى من سنة 5 حتى عام 11 هي سنوات استجماع السلطة في يده، سلطة القوى السياسية. تخلص من زعماء الشعب، من المماليك، من غيرهم، يعني أصبحت السلطة جميعاً في قبضته. كانت هناك فرصة لالتقاط الأنفاس. شرع الباشا في تشكيل نواة حكومة مركزية، وقد ورث قبل قليل خزينة خاوية وجهازاً إدارياً متهالكاً. جهاز الدولة ده جهاز زي المكيدة، مكنة شغالة ولا يستطيع أن يوقفها، وإذا أوقفها سيذوب هو وينعزل، سيضيع كل مستقبله السياسي إذا أوقفها. مهما كان ضعفها، مهما كانت مساوئها، عليه أن يدور معها ويشتغل بيها. إزاي تصلح دولة متهرئة وضعيفة ومتفككة ودائرة في نفس الوقت؟ إزاي بقى؟ دي شغلته محمد علي نفسه تاجر، والتاجر ده فيه خصوصية مهمة جدا. التاجر ده يعرف يعني إزاي يكسب وما يخسرش، أو يكسب كتير يخسر قليل. فهو أدار هذه الولاية بعقلية الدكان، تاجر الدكان، عشان أنا أكسب ولا أخسر معناه أسيطر على كل الأمور، كل الخيوط تبقى في إيدي. هو ده محمد علي. كانت خيوط كثيرة قد أصبحت فعلا في يده، كانت بالغة التعقيد، استطاع بمهارته أن يفك طلاسمها رغم مقاومة يائسة من رجال لن يملكون بعد اليوم سوى تاريخ. الجبرتي في حوادث هذا العام قال إيه بقى؟ قال وفي عام كذا حجر محمد علي على الأرزاق، حجر واحتكر الأصناف. طب إيه اللي خلى الجبرتي يقول هذا الكلام؟ في وثائق أخرى اكتشفنا أن الجبرتي كان ملتزماً، والملتزم بياخد 5% من زمام الأرض وسية اللي هي العزبة يزرعها له الفلاحين بدون مقابل، سخرة يعني بلد، ومعافية من الضرائب. محمد علي لغى الالتزام وربط ضريبة على الوسية، فلما محمد علي ضرب الإيراد بقى محمد علي وحش. والاحتكار بقى هنا ما هواش بالمعنى البشع اللي قاله الجبرتي، لأنه الجبرتي لما يقول احتكار، الكلمة كده سمحنا بنقول لحد النهاردة فيها بشاعة، فيها استئثار. لا، محمد علي ما كانش كده. هو عمل إيه؟ عمل دور الدولة ممثل فيه زي جمعية تعاونية، يدي الفلاحين البذور والأسمدة والكلام ده كله، وبعدين يجي على المحصول يقول له إيه؟ اللي انت خدته ده يساوي كيلة قمح مثلا. هو عمل ايه؟ 4 كيلات قمح مثلا يعني، فادي كيلة تمن ايه الحاجات اللي دينار خدناها، فاضل 3 كيلات، هنسيب لك كيلة عشان ياكل منها ويعمل ديك، ده فاضل 2 كيلة هيشتريه محمد علي بس بسعر ايه؟ رخيص. لو قلنا فرضا يعني 4 قروش هيبيعهم في السوق بقى المدني القاهرة ب6 مثلا، ويبيعهم بره ب10. الفرق في السعر بين البيع في الداخل والبيع في الخارج هو هيدخله إلى خزينة الدولة، خزينة أصبحت عامرة مكنته من دفع قاطرة البلاد إلى حين. والآن لابد من حسم حرب طال أمدها. محمد علي كما نعلم قضى في حروب الجزيرة فترة طويلة بين عامي 1811 و1818، حملات عديدة، حملات قام بها إسماعيل وإبراهيم أولاده، هو نفسه تولى قيادة إحدى هذه الحملات. أصلاً burada Babali ve Sultan'ın gerçek niyeti sadece Vahabi isyanının bastırılması değil, aynı zamanda ciddi bir isyan olan bu meselenin bastırılması esnasında Mehmet Ali Paşa'nın ordusunun önemli bir kısmının Mısır dışında bulunmasını sağlamak ve aynı zamanda da Mehmet Ali Paşa'yı askeri açıdan zayıflatmayı hedeflemekteydi. إزاي إن أنا أوائم وأحفظ التوازن بين إن أنا أبدو إن أنا الخادم المطيع المخلص اللي يعتمد عليه،
ومن ناحية تانية أن أنا أتوجس خيفة من محاولات التخلص مني. هو يعتقد أن الجزيرة العربية تشكل مجال حيوي لمصر أيضا، ستكون له قدم راسخة في مصر والقدم الأخرى في الجهة الأخرى من البحر الأحمر، قلب الجزيرة العربية. نجح إبراهيم بالفعل في عام 1818 في دخول الدرعية اللي هي عاصمة الدولة السعودية الأولى وإسقاطها وتدميرها. بعد ذلك أعاد محمد علي الحرمين الشريفين للسلطان العثماني على طبق من فضة. Tabii bu başarı neticesinde sadece bahsettiğimiz bölgelerin idaresi Mehmet Ali Paşa'nın uhdesinde olmuyor. Aynı zamanda İslam aleminde de Mehmet Ali Paşa çok ciddi manada bir itibar kazanıyor. هو حتى الآن لا زال والياً عثمانياً، قيادة جيشه بشكل أساسي وقادته من الجنود الأتراك، تمام؟ لكنه فيما بعد تنبه إلى أن هذا الجيش ضئيل. الدولة العثمانية أما ابتدت تعمل إصلاحها العسكري، ومحمد علي أما شاف نتاج هذا الإصلاح أما وصل مصر، أما شاف الإصلاحات العسكرية الفرنسية والإنجليزية والعثمانية، أدرك أنه في النهاية لازم يكون عنده جيش نظامي. جيش نظامي يعني ايه؟ يعني جيش ما يعيش على الارض. ليه؟ لانه ما بيعيش على الارض الفلاحين بيتعبوا، وما الفلاحين بيتعبوا ممكن يصوروا ضد السلطة الشرعية. فالفكرة ان انا يبقى عندي ميزانية مستقلة للجيش، وعندي تدريب مستقل للجيش، وعندي خطة لتدريب هذا الجيش، وعايز الناس اللي في الجيش دول هيتعلموا، وهيتعلموا على انهم يسمعوا الكلام، وهيتعلموا انهم يضربوا النار، ويتعلموا انهم يقفوا في الصف، ويتعلموا انهم يتعاونوا، ويتعلموا انهم لما نقول لهم اقف يقف، ولما نقول لهم هاجم في الحته الفلانيه بقى احنا عارفين ليه. واللي طول معاه حرب الوهابين مثلا من سنه 11 لسنه 18 انه جيش مرتزق زي اللي هو جايبه، زي هو نفسه يقولوها في تركيا باش بوزوق، يعني جيش مرتزق. وهؤلاء الناس ممكن يتمردوا على قائدهم إذا وجدوا أنه مثلاً لا يوفر لهم مال. ابتدى يقول للجنود بتوعه الألبان أنتوا مش هتأتمروا بأوامركم أنتوا الخاصة، والموضوع مش راجع لشجاعة شخصية ولا قوة بدنية. الجيش النظامي مبني على الانصياع للأوامر، ومبني على التدريب المنتظم، ومبني على الانضباط الصارم. أما ابتدى يطبق عليهم هذا النظام الجديد صاروا لأنه فهموا أنه ده بداية نهايتهم، فهموا أن شوكتهم في البلد هتنتهي، فصاروا عليه وتأمروا أن هم يتخلصوا منه لولا أنه لزغلي أنقذه. الواقعة دي أدرك منها محمد علي أن الألبان لا يعتمد عليهم، وأنه لازم يلاقي مصدر آخر من الجنود يبني عليهم جيشه اللي هو في أمس الحاجة إليه، خاصة إنه ابتدت ترد إليه أخبار من عاصمة السلطنة إن السلطان الجديد الصغير ده هو بيفرض مركزيته على الولايات. محمد علي ابتدى يدرك إنه هو هيجي عليه الدور. محمد علي باشا عسكري güç insan unsuru ve tabii kaynaklar olduğunu farkındaydı ve bundan dolayı Mısır'daki mevcut kaynaklarla bu yayılmacı politikayı devam ettiremeyeceğinin farkında olduğu için yönünü Sudan'a çevirdi. Sudan lam yakun devleten muhada. Kan fi devlet isma Sudan qabla Muhammad Ali. Kan fi imarat سودانية. حتى في التعبير كان مستخدم في هذه الفترة، يقول لك بلاد السودان، بلاد يعني كلمة على إطلاقها مفتوحة، مملكة سنار، مملكة دارفور، مملكة كردفان، مملكة يعني ممالك متعددة إسلامية بعضها يتناحر، وقبائل حكم قبلي تختلط فيه الإسلام بالوثنية إلى آخره. فمحمد علي شاف أنه لابد من ضم بلاد السودان إلى مصر. ضم بلاد السودان جميعا في وحدة سياسية وألحقها بمصر، أصبحت باشوية مصر تسمى باشوية مصر والسودان. Ve Sudan üzerine yaptığı seferde
Sudan'ın önemli bir kısmını ele geçirmekle birlikte maalesef asker hususunda arzu ettiği neticeye kavuşamadı. هو حاول من قبل. اولا كان يدرك انه لن يعتمد على المماليك. حاول انه يعتمد على الالبان وما تمكنش. حاول انه يعتمد على السودانيين ولم يحتملوا النظام العسكري. فلم يكن امامه مفر من تجنيد المصريين. ممنوع ان يحمل المصري سلاح. كل عصور الحكم الاجنبي روماني بيزنطي عربي مملوكي تركي مملوكي جركسي عثماني ممنوع. نختبر هذه الفكرة ربما كانت خاطئة، وهذه في تقديري روعة محمد علي لا يعيش على المسلمات. وعلى فكرة كل الأبطال الذين لعبوا دورا خطيرا في التاريخ تحدوا الواقع والمألوف والمسلم به. من هنا ابتدى محمد علي يخاطر بحاجة جديدة عمرها ما اتعملت قبل كده لقرون طويلة، انه يجند مصريين. المخاطرة في ده ان انا باخد الأيدي العاملة اللي بتشتغل بالزراعة اللي هي في النهاية مصدر الثروة وبحطها في قطاع غير منتج. الجيش بطبعه مش حاجة منتجة. والمخاطرة التانية في التجنيد ان انا بطبيعة الحال بجيب ناس فلاحين وبديهم في ايدهم سلاح في نفس الوقت اللي شعبية هذه الإدارة الجديدة في أدنى مستوى، نتاج الضرائب البهظة ونتاج السخرة ونتاج سياسة الاحتكار. أصدر أوامر لمشايخ وعمد القرى أن جهزوا لي الشباب القادرين على حمل الجندية صحاح الجسد ما بين عمر كذا وكذا، وقولوا لهم أنهم سيذهبون إلى معسكرات يعدوها الباشا لتدريبهم. عشان يعمل عساكر نفس القصة، يمر على الغيطان الكاشف، يمر على الغيطان. التعليمات اللي عنده ايه؟ بقول له اذا لقيت حد في الغيط نايم على راس الغيط اسأله عندك زراعة؟ فاسألك عندي زراعة كذا كذا، سيبه. ما عندوش هاته. اصدر قرار سنة 1822 بالتجنيد الاجباري، تجنيد أبناء الفلاحين في الجيش لفترة معينة تدربون فيها وتقاضون مواد تموينية وملابس وأغذية إلى آخره ويخوضون الحروب. وهذه كانت أول مرة يدخل المواطن المصري الجيش منذ العصر الفرعوني. ننظم كندنا نظما عجيبا يعجز الفهم، بأسد ترعب الخصم فمن يقوى يناضلنا. رجال ما لها عدد كمال نظامها العدد، حلاها الدرع والزرد سنان الرمح عاملنا. وهل لخيولنا شبه؟ كرائم ما بها شبه؟ إليها الكل منتبه. وهل تخفى أصائلنا؟ لنا في الجيش فرسان لهم عند اللقاء شان، وفي الهيكل منيعات معاقلنا.
عجيبا يعجز الفهم بأسد